أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أجرى رئيس الصين شي جين بينغ محادثات مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين يوم الخميس. أشار الرئيس الصيني إلى أن العلاقات الثنائية بين الصين وأذربيجان تطورت على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وهما تواصلان تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات في الوقت الذي تتفق فيه استراتيجيات التنمية الصينية مع الاستراتيجية الأذربيجانية. وقال إن الصين ترغب في العمل مع أذربيجان على تعزيز التواصل في السياسات والتحام استراتيجيات التنمية، وذلك من أجل إثراء مضمون علاقات التعاون الودي بين البلدين باستمرار. وأضاف أن البلدين يلتقيان في كثير من المواقف المشتركة أو المتشابهة التي تخص عددا من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية المهمة. ومن جانبه قال علييف إنه يتفق تماما مع تقييم الرئيس شي الإيجابي لعلاقات البلدين. هذا واتفق الرئيسان على قيادة تطوير العلاقات الصينية الأذربيجانية بشكل سلس ومضطرد، وذلك من أجل استمرار استفادة الشعبين من المنافع. وبعد المحادثات وقع الرئيسان على البيان المشترك القاضي بتطوير وتعميق علاقات التعاون الودي بين الصين وأذربيجان، كما حضر التوقيع على مذكرة التفاهم لدفع بناء الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير بين الصين وأذربيجان، إضافة إلى سلسلة من وثائق التعاون في مجالات التجارة والطيران المدني والتعليم والنقل والطاقة وغيرها. التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتيان يوم الخميس بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قاعة الشعب الكبرى ببكين، وعبر الجانبان عن رغبة البلدين في تعزيز الثقة السياسية والتعاون المتبادلين. خلال اللقاء قال لي كوتيان إن الصين وأذربيجان ظلتا تصران على الاحترام المتبادل والمساواة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما جعل العلاقات الثنائية تتطور باستمرار. هذا وحافظ البلدان على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وأحرز التعاون الثنائي نتائج مثمرة. كما أشار لي إلى أن الصين وأذربيجان تشهدان حاليا مرحلة حاسمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الصين مستعدة لتبادل استراتيجية التنمية مع الجانب الأذربيجاني وبذل الجهود في استكشاف إمكانية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها من المجالات. كما ترغب الصين في تعزيز التعاون في تقوية قدرة الإنتاج وبناء البنية التحتية وتقديم دعم لعملية التصنيع في أذربيجان. وأضاف لي أن الصين أيضا مستعدة لتعزيز التبادلات الثقافية من خلال دفع التعاون في التعليم والثقافة والسياحة. ومن جانبه قال عليف أن أذربيجان تحرص على العلاقات الودية مع الصين وترغب في تعزيز التبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وترحب بالشركات الصينية للاستثمار في بناء المصانع في أذربيجان والمشاركة في بناء البنية التحتية ودفع التعاون في مجالات التكنولوجيا العالية والثقافة. كما ستعمل أذربيجان بنشاط على توفير الدعم السياسي والتسهيلات الممكنة. أهلا بكم. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أمس الأربعاء أن بلاده مستعدة لإرسال مستشارين وطائرات هليكوبتر هجومية لمساعدة الحكومة العراقية، وذلك في استعادة مدينة الرمادي حاضرة محافظة الأنبار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية قد استولى على الرمادي في مايو الماضي في عملية اعتبرت أكبر هزيمة تعرض لها الجيش العراقي منذ إطلاق ضرباته على التنظيم المتطرف في يونيو من العام الماضي. وقد أطلق الجيش العراقي مجددا عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة الرمادي في الشهر الماضي، ما مكنه من استعادة عدة مناطق محيطة بها حتى الآن. التقى رئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وسط توترات بين أنقرة وبغداد. وفقا لمصادر الرئاسة التركية، فقد أكد أردوغان لبارزاني عزم تركيا على مكافحة جميع الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني المحظور PKK والذي تقع قواعده في شمال العراق. ووصل البارزاني إلى تركيا يوم أمس الأربعاء لزيارة عمل تستغرق يومين، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو خلال فترة الزيارة. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إنذار العراق لتركيا
لسحب قواتها الإضافية التي نشرتها في المنطقة خلال 48 ساعة كموعد نهائي، فيما أعلنت تركيا أنها أوقفت نشر قوات جديدة لكنها رفضت سحب قواتها المتواجدة هناك بالفعل. وقال داود أوغلو إن ذلك العمل ونشر القوات عمل من أعمال التضامن وليس عملا عدوانيا، غير أن العراق طالب حلف شمال الأطلسي للضغط على تركيا لسحب القوات، كما قال في وقت سابق أنه قد ينقل الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من ذلك يعتقد المحللون أنه من الأرجح أن تعمل بغداد على اختيار بدائل أخرى. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مشاركة الخبراء البريطانيين في تفسير الصندوق الأسود للطائرة سوخوي 24 الروسية التي تم إسقاطها من قبل تركيا. وفقا لأخبار نشرت على شبكة الإنترنت للرئاسة الروسية، فإن بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من كاميرون يوم أمس الأربعاء، عبر فيه كاميرون عن تعاطفه لإسقاط الطائرة سو 24 الروسية من قبل تركيا. أما بوتين فدعا كاميرون إلى مشاركة الخبراء البريطانيين في تفسير بيانات الصندوق الأسود للطائرة، قائلا إن على روسيا أن تعرف كل التفاصيل، كما أعرب عن أمله في أن يعرض الصندوق الأسود للعالم مسار الرحلة الشاملة للطائرة سو 24 منذ إقلاعها حتى إسقاطها، مشددا على أنه سيجري تحليلا لبيانات الصندوق الأسود جنبا إلى جنب مع الخبراء الأجانب. ووفقا لتقارير روسيا اليوم التي نشرت أمس، فإن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في مقابلة له مع وسائل الإعلام الإيطالية إنه قبل وقوع حادث إسقاط الطائرة الروسية قدم بوتين اعتذارا شخصيا لأردوغان بسبب اختراق الطائرة العسكرية الروسية للمجال الجوي التركي. وأشار لافروف أيضا إلى أن روسيا كانت على علم ببعض مدربي المتطرفين المسلحين في تركيا منذ فترة طويلة، ولكنها لم تكن تريد الكشف عنه علنا لأنها لم تكن تثق بأن الحكومة التركية تدعم هذه الأنشطة التدريبية. أفادت وكالة الأنباء المركزية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون تطرق خلال زيارة إلى موقع عسكري تاريخي إلى كون بلاده بالفعل دولة نووية قوية مستعدة لاستخدام القنابل النووية والهيدروجينية من أجل الدفاع عن سيادتها بشكل يعتمد عليه. وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها زعيم كيم الأولى التي يتطرق فيها إلى امتلاك بيونغ يانغ قنبلة هيدروجينية. يذكر أن كوريا الديمقراطية سبق لها أن اختبرت 3 قنابل ذرية، أما القنبلة الهيدروجينية فهي أقوى بكثير. قال مسؤولون أفغان إن عدد قتلى هجوم طالبان على مطار قندهار قد ارتفع إلى 50 شخصا، بينما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 10 جنود ورجلي شرطة و38 مدنيا قد قتلوا في الهجوم، كما أصيب 37 آخرون بجروح. هذا وقد اقتحم 11 انتحاريا يوم الثلاثاء المجمع ذو الإجراءات الأمنية المشددة والذي تقع فيه قاعدة مشتركة للناتو والقوات الأفغانية، حيث أخذوا أفراد أسر كرهائن وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود ثم فجروا أنفسهم بين المدنيين قبل حصار القوات الأفغانية للموقع. وقد قتل آخر المسلحين في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وذلك بعد نحو 27 ساعة من الهجوم. يذكر أن هذا المجمع يعد أكبر منشأة عسكرية في جنوب البلاد، ويعد هذا الهجوم الأخطر عليه خلال الحرب المستمرة منذ 14 عاما. دخلت المفاوضات بشأن الاتفاقية التي ترمي إلى التعامل مع تغير المناخ العالمي دخلت مرحلة جوهرية وحاسمة، حيث عرض وزير الخارجية الفرنسي ورئيس مؤتمر باريس لوغان فابيوس مشروعا جديدا على المندوبين، حيث سيتم استخدامه كأساس للاتفاقية النهائية المزمع إبرامها يوم الجمعة. بعد مفاوضات استمرت لأسبوع ونصف تمخضت عن نسخة قصيرة لاتفاقية المناخ، لكنها ما تزال مشوشة. وينقسم المفاوضون من 195 دولة بشكل أساسي حول مدى المضي قدما في الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم، ففيما تدعم أكثر من 100 دولة ناشئة الهدف المتمثل في سقف ارتفاع قدره درجة حرارة 1.5 درجة بعد عام 2020، تفضل الدول الملوثة الكبرى درجتي حرارة. و
وهو الأمر الذي سيسمح لها بالاستمرار بإحراق المزيد من الوقود الأحفوري لأطول زمن ممكن. كما تختلف الآراء حول كيفية دفع أثمان وتكاليف تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الرغم من الانقسام الحاصل، غير أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس واثق من أن الكثير من التقدم قد تحقق، كما يتطلع إلى التوصل إلى اتفاقية نهائية يوم الجمعة المقبل. هذا المشروع الجديد الذي يشمل اتفاقية أساسية وقرارات مرافق لديه 29 صفحة، وهو أقل بكثير من النسخة السابقة ذات 43 صفحة والتي كانت قد توصلت الدول إليها يوم السبت الماضي. هذا وقال المحللون أن النسخة الأقصر لمشروع الاتفاقية تعد إشارة إلى انخفاض الخلافات، وهو ما وافق عليه شي تشان خوا المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ، غير أن الأمر ليس بمثل هذه البساطة. هناك ثلاث مشاكل تم تركها ليساهم الوزراء في حلها، وهي الخلافات والتمويل والقوة العاملة، ويعتمد حل هذه المشاكل على مدى التزام جميع الدول. أضاف شي أن الوفد الصيني يدرس المشروع الجديد حاليا، ويعتزم الحصول على اتفاقية شاملة ومتوازنة تفيد الجميع. سنقيم هذا المشروع مع الاقتصادات الناشئة الأربعة على أساس التحليلات، ثم سنقوم بالتشاور مع مجموعة الدول 77 وكذلك مع الدول المتقدمة، وسنتبادل الآراء مساء اليوم على نحو أكبر مع الدول المتقدمة الرئيسية حول الخلافات القائمة بين الجنوب والشمال. سنعمل على تقديم المساهمات للعمل على تحقيق نجاح المؤتمر. هذا هو من المتوقع أن يعرض المندوبون مشروعا جديدا مساء يوم الخميس، غير أنه كلما اقترب الوقت من النفاذ فإن الضغوط ستزداد. في نهاية هذه النشرة تقبلوا تحية فريق العمل، ومن أنا محمود البوشي، في أمان الله.